الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. إيمانيا بما غل وحي أخيامي بلقي إيمانيا يوم القيامة مالك قيامة أي الله إيمانيا. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوش قال استي رجلا ومن الأسد قبيلة أسد ليله كمدة يقال له ليله ابن لطبية، ابن لطبية مجعيس اللورنجر على الصدقة صدقاء وكيشي نبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما قدم مركو صوغ للصدقة أوكياني قال وحي هذا لكم وهذا أهدي إلي. كان إذن كايسكال هو حوله أن إذن سو شقيي إنت النانيقا ليسو هدي وليسو سيي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوا استاغي على المنبر، منبر كدوشي سو اسكو تاغي معنا واخد بدي خطبة بو اسلا تاغي نبي. فحمد الله إلهي بو مهدي سبحانه وتعالى وأثنى عليه بو أماني ثم قال وحري أما بعد إنتا كقدال فإني أنه أستعمل وحان شقال يا الرجل نين ومنكم إذنك إذن كمذا. فيقول وحورنا يا هذا كان لكم إذنك إذن سقنادي وهذا متكن أهدي إلي وليس هدي يي. أفلا جلس مفريست في بيت أبيه وأمه قرقه يدي يا أبيه مفريست حتى تأتيه إلى أي وتماده هديته هديتي إلى أي وتماده إن كان صادقا هدره شيئا. معنا وح لغسينا وح لغو هديينا ومسؤولية إيا حلكا مسلمين تي لو ديبي هدره شيئا هديت لسينا قرق أبيه يهو يدي مسك فريست. طيب نبي وح أمد كبر بارنا يا روحي مسؤولية إيا حل إيا هجان لو ديبو إننا نحلك إيه مسؤولية دعان وحبك وقاعدن إننا نحبك وقاعدن. النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحده والله إلهي بن كدرتي لا يأخذ مقات أحد روح منكم إذن كإذن كمذا شيئا شيء مقات بغير حق حق درك مقات إلا لقي الله إلهي بلكل ما سبحانه وتعالى يحمله إسق حمبارسن ودش كسد شيء أخيامي يوم القيامة مالك قيامة. فلا أعرف أن وانجر رجلا نين أو منكم إذن كإذن كمذا نين كاسو لقي الله إلهي لكل ما سبحانه وتعالى كاسو يحمل حمبارسا بعيرا نيف جيل أي حمبارسا يهل أو له رغاء عي أي سبنات نيف جيل عي رغاء و عدة جيل عي ولكن نيف جيل أول ليالي لها. طيب أو بقرة أم نيف الله أو لها أوسقنا ذي خوار عبا أوسقنا تي يعني عيد الله ذا نوحال لها بنا حنسة أو شاة أم نيف أريو تيعر عيا أريق نوحال الله استعمال جلاديسة. طيب ثم رفع يديه لبديسة قعمود بو نبي كرو قاضي فقال وحولي اللهم هل بلغت إله مرقاتي يا مرقي قاها وإن أنقارسيي. حديث هو صحيح وبخاري ومسلم باوريني. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وحيد خرجنا ونبحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لتركيسا إلى خيبر خيبر حق إذا نبحنا فلم نغن ما ننغني ميسا ذهبا ذهبا ولا ورقا فضته ما ننغني ميسا مع نغني ميسا غنمنا وحن نغني ميسا المتاع ألاب والضعام عنتو والثياب دربا نغنيم أهلا. ثم انطلقنا ونبحني إلى الوادي وادي حقي سيبا نبحني يتوقي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لشركي سوحاها عبد أدون له نبي قوصق ناضي أدون كاسو وهبه أوهي بي الله إسقا رجل ننؤ من جذام قبيلة جذام ليله أوهي بي. فلما نزلنا مركان الدقنيب وقام استاغي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله أدون كيسيبا استاغي
yaxullu xaaluu furayo raxlahu nebiga alaabtiisa iyo saamaankiisii xaaluu furayo. Farumiya waxaa lagu soo toogto lagu soo ganay bisahmin leeb, fa kaana wuxuu ahaaday fiihi, yacnii sahmigaasi wuxuu ahaaday xadfuhu ay mowtuhu geeridiisiibu ahaado leebkiiba u dhinto. Faqulnaa waxaanu nidhi hani'an lahu shahaada, bogaadin, shahaado loo bogaadinayaa u sugnaatay, shahaada ninka u sugnaatay yaa rasuulallah. Faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi kallaa laysa alamru kama taquluun, arrinku sidaad leedihiin maahe. Waladii nafsu muxamedin biyadihi, allaha nafta muxamed ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay. Ina shamlata go'i la taltahibu, way holcaysaa calayhi dushiisa naara, naar bay ku holcaysaa. Go'aasoo akhadaha uu qaatay min alghanaa'imi, ghanimooyinkii uu ka qaatay. Yowma khaybara, maalinkii khaybar, ghanimooyinkaasoo lam tusibha, aanay asiibin almaqaasimu, qaybtii aanay ku dhicin. Intaan ghanimadii la qaybin ka hor go'uu xaday buu naarta ugu holcayaha. Ayib, shahaadadiisii camal ilaahay subxaanahu watacaala, acmaasha iyo cibaadada ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu qiimaha badan oo jihaada iyo halganu ku jiray qofkani. Laakiin maxaa dhaawacay? Halga oo uu qarsaday oo uu xaday baa waxay dhaawacday, waxay galaafatay mustaqbalkiisii qiimiga badnaa iyo martiqaadkii ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa qiimiga badan uu mutaysan lah. Waa dhici karta marka isagoo qofku isagoo isla quman, isagoo cibaado yacnii camal ku jira, in camalkiisii yacnii wax dhaawaca intuu la yimaado ilaahay jannadiisa aanu mutaysan. Xadiisku waa xadiis saxiixa oo Bukhaari yacnii iyo Muslim baa warinaya. Qaala, wuxuu yidhi fafasica annaasu, dadkii baa argagaxay. Fajaa'a rajulu, nin baa wuxuu la yimi bishiraakin suun, aw shiraakayni, ama laba suun buu la yimi. Yacni kabta suunka yare, yacni markaa ku dhejisan ee suulka la geliyo, indhasha ama indhalaqaadka la yidhaahdo, kaasuu la yimi oo islaa kab ku samayso. Fajaa'a rajulu, nin baa yimi bishiraakin suun buu la yimi, aw shiraakayni, ama laba suun. Faqaala nebigu wuxuu yidhi shiraakun aw shiraakaani min naar, ama waa suun ama waa laba suun oo sababtooda naar lagu mutaysanayo. Muttafaqun calayh. Marka xoolaha ummadda u dhexeeya ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen, ruuxu wuxuu ku mutaysanayaa ciqaab ilaah. Wa akhraja abu daawud, wuxuu soo saaray min xadiisi camar ibnu shucaybin can abiihi can jaddihi anna rasuulallaahi sal allahu alayhi wasalam, rasuulka ilaahiy wa abaabakrin, abaabakar iyo wa cumara, xaraquu, waxay gubeen mataaca alghaali, ninkii waxaday alaabtiisii, wa darabuuhu, wayna garaaceen. Xadiiskan sanadkiisa dacfi baa ku jira, waa daciif isagu. Wa qaala cabdullaahi ibnu camri, wuxuu yidhi kaana, waxaa ahaa calaa siqali rasuulilaahi sal allahu alayhi wasalam, rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayhi, culayskiisa waxaa ahaa, macnaha xamaamadiisa iyo alaabtiisa waxaa u hayay rajulu, nin oo yuqaalu lahu, la yidhaahdo kirkira, famaata, waa dhintay. Faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi huwa fi nnaar, naarta ayuu ahaaday. Fadahabu, way tageen, yanduruuna, xaalay fiirinayaan, ilayhi, xaggiisa. Fawajaduu, waxay heleen cabaa'atan, buste oo qad ghallahaa, uu khayaameeyey oo u xaday bay ka heleen. Wa fi lbaabi, waxaa ku sugan axaadiisun kasiiratun, baa ku sugan. Waya'tii bacduhaa, barhkoodna waa imaanaya, fii baabi dulmi buu ku imaanaya. Wadulmu, dulmigii, calaa salaasati aqsaamin, saddex qaybood, yacnii qaybo saddexa dusheeda ayuu ahaadoo u qaybsamaya. axaduhaa, midkood waxa weeye waa aklu lmaali, xoolihii oo la cuno, bilbaadili, baadil lagu cuno. wasaaniiha, midka labaadna waxa weeye waa dulmu lcibaadi, addoommaha oo la dulmiyo, bilqatli, dil iyo wadarbi, garaacid iyo walkasri, jabin la jabiyo addoommadii, iyo waljiraaxi, dhaawac la dhaawaco. yacnii waa nooc dulmigii ka mid a. wasaalisuhaa, midka saddexaadna waxa weeye waa dulmu lcibaadi, addoommihii in la dulmiyo, bishatmi cay iyo wallacni, in la nacdalo, iyo wasabicay iyo walqadfi, yacnii in sina lagu gano. waqad khadaba nebiyu sal allahu alayhi wasalam, nebigu waa khudbeeyey annaasa, dadkiiba u khudbeeyey, bimina, mina meesha la yidhaahdo. faqaala, wuxuu yidhi ina dimaa'akum, dhiigagiinna, iyo wa amwaalakum, xoolihiinna,
iyo acraadakum sharaftiinu calaykum dushiinna xaraamun xaaraam bay ka tahay, ka xurmati yowmikum haada maalinkiinnan sida yacni marka uu xurmada u leeyahay laydinka xarimay xumaato inaad samaysaan waa maalinka tobnaad. Fii shahrikum haada bishiinan oo dilqacda ah, fii baladikum haada beledkiinnan oo maka ah, muttafaqun calayh. Waqaala sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yihi laa yaqbalu llahu alle ma aqbalo salaatan salaad bigayri duhuurin aan loo dahaaro qaadan, walaa sadaqatan sadaqana alla ma aqbalo subxaanahu watacaala sadaqadaasoo min quluulin khiyaano iyo booli ka ahaata. Qaad buu ka shaqeeyaa, wuxuu leeyahay masaajid baan dhisaya, xoolo riba ah iyo uu ka kasbaday buu wuxuu leeyahay waxaan ku bixinayaa masaajid baan ku bixinayaa. Walaa sadaqatan min quluul, in allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiba, alla waa alla wanaagsano wax xalaala mooye wax kale alla subxaanahu watacaala ma aqbalo. Halkan marka qabuulka marka laga hadlayo nusuusta saddex shay baa la eegaa, nafyiga la sheegayo, diidmadan la diiday laleeyahay la aqbali maayo, nafyigaasi waxa weeye waa nafyu lwujuud iyo nafyu sixa iyo nafyu lkamaal, saddexdaasaa nafyigu u noqda. Halkana waxa weeye marka nafyu sixa la diiday. Waqaala sayid ibnu khaalid aljuhani wuxuu yihi an ina rajula nin baa qalla khiyaamiyey fii ghazwati khaybar, duulaankii khaybar, famtanaca nabiyu sala allahu alayhi wasalam, nebigu waa diiday min asalaati calayhi inuu ku tukado. Waqaala wuxuu yihi ina saaxibakum saaxiibkiin qalla wuu khiyaameeyey fii sabiili illaahi ilaahi subxaanahu watacaala jidkiisa dhexdiisa, fafatashnaa waanu baadhnay mataacahu alaabtiisii baanu baadhnay, fawajadnaa fiihi waxaanu ka helnay kharasan kuul oo maa yusaawi dirhamayni laba dirham aanu dhigmin, hal kuulahoo iska liidato laba dirham aanu dhigmin ayaanu ka helnay. Kharajahu waxaa soo saaray xadiiska abu daa'uud waannasaa'i, xadiiskuna waa daciifo, sheekh albaani wuxuu ku daciifiyey irwaaul qaliilka 726 raqamka. Waqaala liimaam axmed wuxuu yihi imaam axmed wuxuu yihi maa naclamu ma ogin anna nabiya sal allahu calayhi wasalam, nebigu taraka salaata salaada inuu ka tegey calaa axadin ruux dushiisa lagu tukanayo ilaa cala alghaali ruuxa khiyaamada sameeya iyo waqaatili nafsihi iyo nafsadiisa midka dila mooyaan. Nebigu bulshada muslimiinta wixii ka dhinta uu ku tukanayay, laakiin laba qof kuma tukanayno, ruuxa isagoo jihaad ku jira quluul iyo khiyaamo sameeya nebigu kuma tukanayn, ka naftiisa dilana nebigu kuma tukanayn. Laakiin muslimiinta kaluu wuxuu lahaa salluu calaa saaxibikum, saaxiibkiinna ku tukada. Walidaalika waxay yidhaahdeen culimmada iyo dadka ahlulfadliga ah, ruuxa macaasida haddii ilaahay ku run yahay daa'ima ama khamriga daa'ima ama sinada daa'ima ama salaad la'aanta iyo haddii ilaahay ku run yahay daa'ima, culimmadu ku tukan maayaan waa sajran liamsaalihi, kuwa isaga la mida si loogu digo oo markaa ay digniin ugu noqoto. Alkabiiratu lcishruun, kabiirada labaatanaad waxa weeye aldulmu biakhdi amwaali nnaasi bilbaadil, waa dulmi in lagu qaato xoolaha dadka baadil in lagu qaato. Qaala allahu tacaala, ilaahi wuxuu yihi walaa taakuluu, ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiinna bilbaadili baadil ha ku cunina, oo watudluu markaa aada raaricisaan bihaa ay ilal amwaali xoolihii aada u raaricisaan ilal xukaami xukaamta yacni xaggoodii idinkoo laaluushu siinaya. Waqaala tacaala, ilaahi wuxuu yihi innama sabiilu, jidkii wuxuu ahaaday dembiga loogu xukumayay cala alladiina, kuwii dushooda yadlimuuna annaasa dadka dulminayay oo wayabquuna dalbayay fi lardi arlada dhexdeeda bigayri xaqin xaq darro, ulaa'ika kuwaasa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab, cadaabkaasu aliimun ay mu'limun wax xanuujiya. Waqaala tacaala, ilaahi wuxuu yihi waadaalimuuna, daalimiinta maa lahum ma sugnaanin min waliyin arrimahooda cid maamusha iyo walaa nasiirin wax u hiiliyo u gargaaratoonna uma sugnaan. Waqaala sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi adulmu, dulmigu dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati, maalinka qiyaama, ittaqu dulma faina dulma dulumaatun yowma alqiyaama. Dayib, xadiiskuna waa saxiixo, bukhaari baa warinaya, muslimin xadiisi cabdillahi ibn cumar. Waqaala sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yihi man dalama ruuxii dulmiya shibran taako oo min alardi dhulka ka mid a, duwiqahu waxaa loo qardhaaseeyaay oo luqunta loo sudhaa ilaa sabci ardiina, ilaa toddobada dhul laga gaadho, taaka dhuluu dulmiyey
todobada dhul baa luqunta loo suraya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame waqaala tacaala ilaahi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ina allaha li subxaanahu wa tacaala laa yadlimu ma dulmiyo misqaala daratin dhuli caso wax leeg ilaahay addoommada kama dulmiyo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay sifaatu lkamaal baa ilaahay u sugnaadayo alle waa alle caadila subxaanahu wa tacaala wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ya cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamu wa fi lxadiisi xadiiskii waxaa ku sugnaa wa diiwaanun diiwaan baa ka mida diiwaanada ilaahay laa yatruku allaahu ilaahay aanu ka tegayn minhu xaggiisa shay-an shay wa huwa kaasina waxa weeye dulmu lcibaadi addoommaha dulmiga marka ay isdulmiyaan kaa laga tegi maayo ilaa ilaahay u kala garsooro oo loo kala xaq qaado xadiiskan sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin ka sugani waxa weeye xadiiska uu nebigu leeyahay yacni addulmu halaasatun fadulmu laa yaqfiruhu allah wadulmun yaqfiruhu wadulmun laa yatruku dulmigu saddex qaybood buu u qaybsamaayo mid aan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaafayn oo ah ina shirka la dulmun cadiim midka labaadna waxa weeye waa dulmi uu dhaafayo macsiyada addoonku uu sameeyey isaga iyo rabbigii ka dhexeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu dhaafay hadduu doono dulmiga ilaahay aanu ka tegayn waxa weeye waa dulmu lcibaadi yacni bacduhum bacdan addoommadu inay isdulmiyaan barhkood barhka kale ay dulmiyaan ilaa xaqooda loo kala qaado wa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi madlu lghaniyi ninka hodanka ah meermeerintiisa uu meermeeriyo ruuxii xaqa ku lahaa dulmun waa dulmi buu nebigu yihi salawaatullahi wasalaamu calayh riwaayo kale wuxuu ku yidhaha layu lwaajidi dulmun ruuxa yacni hodanka ah ee wixii lagu lahaa warwareejinaya meermeerinaya waa dulmi yacni yuxilu cirdahu wa cuquubata wuxuu xalaalinayaa in wax laga sheego iyo in la ciqaabo labadaba wa min akbari dulmi dulmi midka ugu weyn waxaa ka mid a alyamiinu lfaajira dhaartii beenta ahayd ee calaa xaqin xaq yacni markaa dushiisa uu ku dhaaranayo calayhi dushiisa ku sugan waxa isaga lagu leeyahay buu dhaar beena kaga dhaaran wa qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man iqtadaca ruuxii goosta xaqa imri'in muslimin ruux muslima xaqi biyamiinihi dhaartiisa ku goosta faqad awjaba allaahu lahu ilaahay wuxuu u waajibiyey annaara naar buu alle u waajibiyey subxaanahu wa tacaala qiila waxaa leeyahy yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wa in kaana shay-an yasiiran haddayba shay yar tahayna bal ka waran waxa uu ku dhaartay qaala wuxuu yihi wa in kaana qadiiban min araakin wa in kaana haba ahaato qadiiban laan oo min araakin caday iyo rumay ah laan caday ama rumay xataa hadduu ku dhaarto wax leeg oo xaqdarro ugu dhaarto ilaahay subxaanahu wa tacaala naartiisu waajibsaday xoolaha marka muslimiinta inaad qalin ku qaadato iyo inaad qori ku qaadato iyo inaad ganacsi beenbeena ku qaadato iyo inaad haddii ilaahay kuu runyo weji kasta oo xaaraan oo aad ku qaadato sina kuguma bannaan imaamu muslim baa fi saxiixii ku warinaya wa qaala sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi man isticmalnaahu ruuxii aanu u shaqaalayno calaa camalin camal ruuxaanu u shaqaalayno shaqaale aanu uga dhigno oo fakatamana naga qariya makhiidan irbad naga qariya iyo famaa fowqahu wixii ka koreeya kaana wuxuu ahaanayaa quluulan khiyaamo oo ya'tii bihi uu la imaanayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaama ruuxaanu mas-uuliyad iyo camal u dhiibno irbad wax leeg naga khiyaameeya maalinka qiyaame wuu la imaanayaa wixii uu khiyaameeyey isagoo sida cajiib waxaaba laga yaabaa waxyaabaha mas-uuliyaadka dadka u tartamaya maba yaqaaniin sharcigeennu wuxuu ka tilmaamay ma garanaya ayib walidaalika soomaalida waa idinka arkay markay qabaa'ilku wax qaybsanayaan reer weliba muxuu doonaya wasiirka maaliyaddu doona annaga wasiirka maaliyadda hana la siiyo odhan wasiirka maaliyadda maxaa loo doonaya hantida ummadda la rabaa in la xado oo la boodo ninkan xoolo yacni dowladdii aan xoolo ka dhaxalin oo aan wax ka boobin oo wax ka qaadin waxaa loo yaqaanaa nacas doqono oo kaasi waxaa geeridii nebiga ma oga baa lagu odhanaya geeridii nebiga ma oga ayib wa qaala sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi ina shamlata go'i allatii taasoo aqallahaa uu khiyaameeyey ayaa la tashtacilu calayhi ay ku gubanaysaa naara naar yacni markaa ugu gubanaysa
فقام الرجل النبي عمر خطبة نبا استاغي فجاء حليم بالشراك صون عند البليم وكان أخذه مدقاطي لم تصبه يدو عاني أصيب المقاسم قيبتي فقال النبي حليم شراك من نار وحي ولنشر وحي لها صومالي ويش قور عديب وحكو قوست صون يربو كاني أو حسلا صون كان وحبال الأوران ما يسكق هذا الأوراني كذا النبي حليم شراك من نار صون كان هذا سيدا كو قادن لهيد وساعد كل من لهيد صون نار نقل له وكبتا سون كيدا ير اي سول كلا قليو بانين كالا وحيست كبدا نحادو مالينس. وقال الرجل نمبا وحر يا رسول الله رسولك إله إن قتلت هدي اللي دلو صابرا أنيقو صبريا محتصبا أنيقو أجر ضلبيا مقبلا أنيقو سوچي دو عدو قابليا غير مدبر أن دبتشي دينين أتكفر عني ملدافيا حقيقة خضايايا قففكيقي ملدافيا قال وحر نعم ها إلا الدين الدين كمو يعني في الدين كسو أدقي سو إنك سمعت وإسك قادة نساء الدين كي يعني كان لك قادة يا قوري مايو وحي أعلم بإسك وضفضوط إنك جهات كتري وحل يشي والبوا الغودا في لكن دينك أيضا الغودا في مايو رواه مسلم بأورني وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحر إن الرجال رج أو يتخوضون دبالنا يا تيم بنا يا في مال الله إله سبحانه وتعالى حوله سا لحدود بغير حق حق دره يعني كتيم بنا يا فلهم وحيليه النار نار بيليه يوم القيامة مال كقيامه حولها الله سبحانه وتعالى نعمته وكسيه بكم تهاي الله بشيء بعد لقرة ويوم مشات ككسبنا سوء طريقة حولها ككي نسانا إن حلال نقطه مشات كوب حين نسانا ميل إلهي كرالي هاي إن تهاي لا بد شيء بتكوب بعدس رواه البخاري بأورني في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحوري لكعب بن عجرة كعب بن عجرة صحابي قال وحوري لا يدخل الجنة جنة قيل مايو لحم هلب هلب كأسو نبت لشي من صحت بولي حاران كد شيء النار النار بأولى به أهبون بير نبي صلى الله وسلم عليه شركست أو حاران كوكبعي أما حاران لغو عيلي نار بأو أوليسا ونبي صلوات الله وسلام عليه. طيب وصحيح على شد الشيخين أيور الشيخ رحمه الله تعالى إمام أحمد عبد بن حميد في المنتخب أبو يعلى في مسنده عبد الرساق في المصنف دارمي في السنن ضحاوي في المشكل ابن حبان يغير كود باورنا. وقال عبد الواحد بن سيد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن سيد بن أرقم عن أبي بكر أبي بكر وحال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحول لا يدخل الجنة جنة قل مايو جسد شر قل مايو جنة شرك سو غذي بحرام حرام لغو بربارية حرام لغو كري يعني غذي لغو كري بحرام حرام لغو كري جنة قل مايو ويرني صلوات الله وسلام عليه. دبراني في الأوسط كورنية ابن عساكرنا في التاريخ أي كورنية عبد بن حميد في المنتخب أي كورنية سقنا ويدخل بابك ومرك ينوخ لصينية ويدخل وحاسوق لي في هذا الباب بابك حولها مسلم كإن حق در الوعن وحاسوق لي المكاس عشر قاده وعشر قاده وقادع الضريق متك شتك قويني شفتك أها أما موريانك أها أما يعني ودقلك أها دبتشيفك أها يوصارق توقي يوالبطاط من البط بالغك ينايو يعني وامتك تشيبك دلاعية تشيب دلاعيها سكين بكله أرد يايو مركاد مال عرير يا مرتو وسكين تشيبك كتحيه بطاط باليه يو الخائن ومتك خائنك يو الزقلي زقلق وخائنك من القش يعني زقلق وقشك على كين يو الزقلي يعني متك خائنك يسقن قشك السمين يبا كمذا ومن استعار روحي عاريست شيئا شيء يبا كمذا فجحده ديدي قفه وحك عاريست كدب نواد ديدي ومن ضفف يعني روحي نسقامية كمذا فضودية في الوزن ميسانك يو الكيل باقي أيو فضودي
ومن التقد روحي قاتي با كمدا يعني مالا حولا يقولك كقاضي فلم يعرف ما نيبوهن كاسنا با كمدا ومن باع روحي إبيه با كمدا شيئا شيء شيئا صوفيه عيب عيب أي كسو قنتاي أو فقداه قريه عيبتي شيئا كترتيبه قريه بايع مشتري بيسكو شيئا لكن وحارا عنه طيب بايع مشتري ما فاكوا الدوين كدعى إبنه إيه وأكو ملبك قصية وأكو عانها برحية وأكو هدي إلى يكورون هي شيء قد عيليت ككبد ليا وحاصرًا عيب شيء يقول هذا يقرن أيها مركب جنع صدق يسوي قانين لكن وحارن عنا يالكواس ومن باع شيئا شيء روحي إبية شيء قص فيه عيب عيب أي قص قنت وفقداه قرية أي كم إذا دتك حولها يعني دتك بادلك كعنيه والمقامر مثك خمارك يعني حولها كقاذن يبا كمدا ومخبر المشتري ننك مشتري قامتك أقو الرمي بالزائد استيادة أقو الرمي أيا كمدا ومخبر المشتري روحي مشتري قامتك أقو الرمي بالزائد استيادة أقو الرمي حيث معناه حولي هاي الشيء قان قيمة أن لقى صوصين أيو حولي راس مالك يعني أم لفيه أم بانك هكذا هاي أسأل لو بدن يمانت لفيهم بانك هكذا ياه بقول لا تنبو يقتشوا أنا بقول لا تنبو يقتشوا بقول لا تنبو كم يقتشوا على غير بس عشان إنه يقتشوا لكن حد كأو قبصة هذه مرك محاط تكليف كاب قوة شيء عن قيمه سو أنت سو تشوا أنت سانكاسين كرا ما أنت ما يقدر ديم كتا كامل ديم كرا ومخبر المشتري مشتري قمت كوجو رمي بالزائد السيادة وجو رمي الكبيرة الحادية والعشرون كبيرة كوبي لاتناب السرقة توجدي وي قال الله تعالى إلى يحر والسارق توجي والسارقة توجدي فاقضعوا أيديهما قعمه دقويا جساء أي لأجل جساء أبا المرين درتد بما شيء سببتي وكسب أي كسبدين نكالا وعقوبة من الله إله حق إسكاهات والله ألنا سبحانه وتعالى عزيز ألا قالبة أعد والبكاء حكيم مرتبدا أو فرصا وشيء والبميشة كوها بوندقة أفعاشي سي أقواشي سناي حكمة كل سنة أيوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحري لعن الله ألا هن عضلو نحريستي سأل الله كده ريو السارق ميتك توقع يسرق حضي الحبل حرق فتقضع يده مركاسا قعنتي سلقوين رواية قال يعني يسرق حضي البيضة وكم حضي فتقضع يده مركاسا قعنتي سلقوين مركا دي حرق قعن لقو قوين ماي وتصالئه علماء وحيدان مركا يشرح يعني حلوقة شيدا ومن باب السجر والمبالغة أما وحلوقة شيدا چين سيبا لوقة شيدا يو حركها قارك والباقال يسيد كوة دونيها أو كلا أو نساب كي قاري يبا طيب وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحيد لو أن فاطمة بنت محمد فاطمة إن محمد هدي سرقت أي حد لها إذا لقدعت يدها قعنت يدا قوين لها إحمى قليم بيور نبي صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن فاطمة بنت رسول الله هدي وحد لها قعنت قوين لها وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحول الله يزني الزاني روح الثاني قائم الصنيستو حين يزني مركو الصنيستاني وهو مؤمن ونساقه مؤمن قطين صومرنا إيمانك واللقاء كوركي ساسيد الضلائي دوكالي يعني مركا الله هريا ولا يسرق محد السارق متك توقاه محد يعني حين يسرق مركو وحضي وهو مؤمن أساقه مؤمن وقال سبحانه وتعالى رميستانه إيمانك سعود ميستراني ولكن التوبة معروضة مثل لوبان ديغيوي بعد انتا كقضاء توبة يدوى فرنتا يوم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أيضا فرنتا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حديثك مركوا حديث صحيحة صحيحين كبخاري ومسلم أيا ورنه وعن منصور بن معتمر عن هلال بن يصاف عن سلمة بن قيس قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوري الله هو ياي إنما هن النواهدي أربع أفروي أما إنما هن أوامرته لبدا والي
arba'un afar weeye waxa la idin faraya alla tushriku billahi shay'an ilahi subhanahu wa ta'ala shay'an inaydan kula maanin xuquuqda iyo xaqqa ilahi la yidna aydan ula qaybin wala taqtulu an-nafsa nafsadina aydan dilin allati tasu harrama allahu ilahi subhanahu wa ta'ala idin ka harimay illa bil haqqi haqqin lagu dilamoy wala taznu inaydan sinaysanin ogogoldaaf aydan la iman wala tasriqu inaydan wahadin ayu alla subhanahu wa ta'ala oo rasuulkiisu idin faraya وأنا أوامرت الله سبحانه وتعالى شرعه وإذن كفره رسول كنا صلوات الله وسلام عليه شرعه وإذن كفره صريقة قفك توقع حضو وحضو قعنت أنت سألقوين يا كفك لكن قوينت قعنت اللقوين يشرعه الشروط بأردق أفرع شروط الله يحوي شيئا أحضي إنه يهي يعني أن يبلغ نصابا إنه نصاب قاري وإنه يهي ربع دينار أما صدح درهم وحو لقمة ربع دينار أما صدح درهم وحو لقمة ربع دينار كذا صدح درهم يعني وحو لقمة صدح درهم الدين اللي لهذا هل كي قرام الذهب كاها ما يغواه أفر كن أما صدح كن أفر كن مركا صدح لقول دفتوا إمسا لابيه طبان كن هذا hal riga iyo xoogaan ogi waa lacag $100 iyo xoogaa u dhiganta tayib waa inuu nisaabki iyo xadki gaara waxa uu xaday shayga labaadna waxa weeye shardiga labaadna xirsul misli xoolahan uu xaday meel ilaashan oo khasnada meel ay ku jireen wuxuu banaan ka qaaday iyo wuxuu dafay waa inaan ahayn shardiga saddexaad waxa weeye ruuxan uu xadaya inuu baaliq yahay oo qaangaad uu yahay شرطي أفراد نوحوي أن لا يكون له شبهة في المال حولها أن أوحد وإن نوح شبهة أن كل حين مثلا حوله وقف شراكة كليها هذا أوحد يدق عنه اللو قوين ماي وحي أوحد يقوم بالغ لحساب تماه طيب أفرد شرطي والله شرطي قال الإمام رحمه الله تعالى وحول قلت وحاندي ولا تنفع أنفع ما يسوى السارق روحي سارقها يتوقها توبته توبدي سي أنفع ميسو إلا بأن يرد إنو علي موياني ما سرقه وحي أحد إنو علي موياني توبدنا حقنا وحق إلهي وحي كو تعلق حقنا وحوي وحق بن آدم كحق بن آدم كوين اسك علي فإن كان هدوية هي مفلسا مد عيد هدوية هي تحلل وكحل لوبيا عفو إذا فطام وكظلمي من صاحب المال روحي مالك لها ورني ولي عفو طيب توبدا صدح شردي بي ليدهي هدان حق بن ادم انا يحين انو روح دنبي معصيته وكفقه انو كثيران يودو انو غوستو انو ديب ugu noqonayn هدي حق بن ادم ku jirana waxaa بن ادم ka xaqiisi يعني انو كبري نقدو روحي حقيسي u celiyo ama عفو u ka dalbo الكبيره الثانيه والعشرون كبيره لم يلبطن waxa way wa qad u dariq wa wadada oo lagooyo مسلمين تو اوچيت كالو قالو يا دنبغا يا دبتا اي لدى وا كبيرة من الكبائر قال الله تعالى لو حري انما جزاء الذين كوي ابالكود وحويون يحاربون الله على الدقالم يا رسول ورسول كيسا او يسعون سعون في الارض ارلدا فسادا حاليهم كوفا سهادنيا ان يقتلوا ان الله او يصلبوا ان الصلبيو لدلدلو أو تقطع أيديهم أما قعمه ذا إن لجوجويو يو أرجلهم لجوه ذا إن لجوجويو من خلاف استلاف إن لجوجويو أو أما سينفوا من الأرض دول كلاج مسافريو ذلك كاسي خزي ودل اللهم يجوس ناضي في الدنيا الدنيا ذا لحذا ولهم حيليهم في الآخرة آخرة لحذا وحي كليهن عذاب عذاب كلين عديم وين بالله سبحانه وتعالى حير إمامك رحمه الله تعالى فمجرد إخافته عبس قلنتيسة يعني كلية السبيل وددأ عبس قليه هو إساق مرتكب الكبيرة الدنب وين يعني مثل يمي واحد هذا نعدل حولنا آن قادم وددأ قلي درتيد عبس دا مسلمين أي كعبسة درتيد أي دنب وين وكبيرة أولي فكيف سيديبا حالك نقول يا إذا أخذ المال حوله هدو قادم فكيف سيدي بحالكم نقول يا إذا جرح هذو داوعو
أو قتل أما أودل الروح مؤمنا أو فعل أوصم يعدة كبائر دنبية دورة هذا إسكو درس مع ما شيء يدو للقب غالبهم بدن كودو عليه دوشي سايكوس وين كوا يعني طريقة يربط ضدك أوجلا أو من ترك الصلاة صلاة إنك تجانا وإنفاق ما يشيء إن يكون فقيان وإنفاق ما شيء إن يكون فق ما يأخذونه يعني وحي قادنا يعني إن يكون فقيان وأي كبحيان في الخمر والزنا خمر يسنا أي كبحيان إمام الذهبي باع وحلية وقت جيسي كشكين وحلية كوا يعني قادع طريقة أما شفت هذا لولك جش أما لولتشيف أما موريانكو يعني وحي دقن أولي يجين عبس قلين تأيدتك عبس قلين يعني أما دليان وحاوه ليا أنت هذا بدن صلاة متو كذا هذا يحول هلان حولها وحي أديك سدان خمر يسندون بي أديك سدان سما ورعد بدأت حوله هذا محي أديك سدان خمر يسنو يسنو أديك سدان ماشي يتقان وحاسون بي أديك سدان خلاصة مركب باب كان قادع طريق إمام الشافعي إنك مذهب كين يا عبد الله بن عباس عن جمع من العلماء وحال لقصوا نقلنا يا حضور روح أنتو شدك أو قالوا ووحنا ديلو حولنا دعوه حكم كيسو حنقونا يا إن لا يسقو درو دل يا صلب با لا يسقو دريا وأنا لدلي وأنا لجيجي وهدي لا يكره أنت لدل دلو باقيت للصور صدح مع الموت العاصي مايو سأيكو كدم بيا أو عبر قاتان هدو واحد دلو دل كلي أو جيستو أو محوها حوله آنو دعنا مركز نوال دلي طيب هدي حول دعانا وحال السمين يا مركا لوق يا جعنبا وحال لوقين يا إصداف لوقين هدي حولنا أنا دعين ددنا أنا دل المالنا أنا دعين لكن دتك يا عبسيق ليين مركز نمحال السمين سند بال المسافرين يا الكبيرة الثالثة والعشرون كبيرة صدح يا الله تنا دوحة ويا اليمين الغموس ودارتي قفك الدم بقتيم بنيسي قال عبد الله بن عمر وحوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري الكبائر دم بيد واويني والاشراك بالله إلهي سبحانه وتعالى الله شرك السمايو حقوق دي إلهي وعدك للو لقيبي يو عقوق الوالدين إيا لبدا والده وعاقل لقل نقضه يو قتل النفس نفتي إن لدلو إلهي وكاحرم يو اليمين الغموس يو اليمين الغموس يا دارتا يعني الروحة مدح 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 نارتا وقوتو ريسة أما الدم يعني تيم بنس رواه البخاري واليمين الغموس وحوي التي مدي وي يتعمد فيها لولا قصدي الكذب بنت لولا قصدي سميت وحالهم مقعاب غموسا وحالهم مقعاب لأنها تقمص وحي تيم بسا الحال فمتك دارتي وحيتين بسا في الاسم دنبي بيتين بسا ثم في النار نار تايتين بسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري قال الرجل نبا وحوري والله إلهي بان كدارتي لا يغفر الله الله أدع في مايو لفلان هبل فقال الله تعالى إلهي با وحوري من ذا وكما الذي متك يتألى علي يقول دارنا يدوش يقول دارنا أني أنه لا أغفر لفلان هبل إن أنا ندم بدافين غاد غفرت له وندم بدافين وأحبطت عملك عمل كاجين وأنبريي عجيب حديث كما حديث آدي آدي إن لو غفر صدق باح لمن ينبى صاحب أها نين هدي يقول معاصدة عصيانك يوحي إلهي سبحانه وتعالى أوامرتي سأوكو خلافي سهدينتي سي حدودي سأو كغا طلاب يمر والبودي نينك كلانين مطيع الهي ادعي بو مركز مالين واني وحل ورني ومنكر كان كجو ورني الهي كبا تتك غار كود با قلبي ادق مفته وحقوني اني الهي سايك هاي دحبح مركز وحل اني الهي سايك هاي دحبح سوك هاي دا الهي ما الهي باد وكيلي غتحي مركز انتو عروضي كلمتي فوش حميد نينك او يري كلمه كسي ادق بو كغا جواب حولي والله إلهي بان كل دارت إلهي كود دم بداف ماي كسا الله سبحانه وتعالى وحولي وكما كي يقول دارنا ينان هبل دم بدافين وانو دم بدافي
adigana camalkaagii waan buriyey. waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiisku qofku kelimaadka afkiisa uu ku hadlayo inuu ilaaliyo. maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid, hal kelmad oo carabkaaga ka soo baxday ayaa galaafan karta mustaqbalkaaga oo dhan galaafan karta. qof baad aada xukunta waxa tiri waa gaal, waa murtad baad iskala taaganta, waa gaal, waa kan janno ilsaari ma jannada maadaa leh. ninkan raxmaddii ilaahay oo waasic ahayd oo uu koobay ayaa lagu haystaayo waxaa abaalmarin uu yeeshay in la camalkaagiina waan buriyey, kii macaasida samaynayeyna waanu dambi dhaafay baa ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala. marka waa inaanu degdegin qofku uu aada uga fiirsado masaa'isha. akhrajahu alimaamu muslim baa fii saxiixihi ku soo saaray wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yihi salaasatun, saddex, laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama, ilaahay la hadli maayo hadal naxariiseed kula hadli maayo maalinka qiyaamaha. walaa yuzakiihim, ma dahirayo dunuubtoodii kama dahirayo. walahum, waxay leeyihiin cadaabun, cadaab bay leeyihiin, aliimun, xanuun kulul ayay leeyihiin. saddexdaasi maxay yihiin? almusbilu isaarahu, hoosguntigiisa midka raariciya ee jiida dhulka, macawistii, khamiiskii, surwaalkii buu dhulka jiiday. ilaahay maalinka qiyaame la hadli maayo, dahiri maayo, cadaab xanuun kululna waa leeyihiin. iyo walmanaanu, midka gallad sheegadka badan, xoogaa yar haddii bini aadamka gacanimo ay ka gaadho wuu gallad sheeganaya, wuxuu leeyahay hebel baan wax siiyey, waxaasaan u sameeyey, baadiyaan ka soo kaxeeyey, anaa koriyo, saas yaadu sheegay, waxaa ka iska sheegay. ka saddexaad waxa weeye walmunfiqu, midka nafaqaynaya silcatahu, badeecadiisi ku nafaqaynaya, bilxalifi alkaadibi, dhaar beena ku nafaqaynaya. saddexdaa ilaahay ma eego mana dahiro. xadiiskuna waa xadiis saxiixa, imaam muslim baa raximahu llahu tacaala fii saxiixihi ku warinay. وعن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حرم من حلف روحي دارتا بغير الله ألا سبحانه وتعالى غير كي كو دارتا فقد كفر وقالوا بي فقد كفر محال وجيدا حضو تعديم أولتشي يدو قفكا وقحن وعدا وكو دارني وينيني قال لماذا سوى كفرك يعني دين تلقى بحيين haddaanu uga jeedin weyneyn uu qof waxaan yani markaa ciduu ku dhaaranayo uu weyneynayo aanu uga jeedinna waxay noqonaysaa waa kufrun duuna kufrin bay noqonaysaa. wa fii lafdin riwaayo kale waxay ahayd faqad ashraka, shirki buu sameeyey, isnaaduhu calaa shardi muslim, waana saxiixo. sheekh albani saxiixu ljaamicu saqiirka 7204 raqamka, shucayb arnaudna yani wuxuu ku saxiixiyeelay wuxuu ku saxiixiyeelay kitaabka la yidhaahdo saxiix ibn xibaan, wuxuuna yidhi waa saxiixun calaa shardi muslim. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi man xalafa ruuxii dhaarta calaa yamiinin dhaar, yacni dhaar dusheed ruuxii ku dhaarta, liyaqtadica biha, inuu goosto darteed isagoo ku dhaaranaya, maalam imriin, ruux yacni muslimin oo muslima xoolihii, laqiya allaha, ilaahay buu la kulmaa, subxaanahu watacaala, walxaal huwa allena subxaanahu watacaala calayhi, dushiisa, qadbaanun, uu cadhaysan yahay. qiila, waxaa loo yidhi nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh, wa in kaana, haba ahaado, yacni wuxuu ku dhaaranayaa shay-an shay oo yasiiran, fudud. wa in kaana, haba ahaado, shay-an shay oo yasiiran, fudud, wuxuu ku dhaaranayaa hadduu xataa shay fudud yahay. nebiga ilaahay uu bal ka war. qaala, wuxuu yidhi wa in kaana qadiiban min araakin, walow hadduu doono haba ahaado laan cadaya ama laan rumayaba ha ahaadee, waxa uu ku dhaaranayaa wax saa u liitaba ha ahaadee, marba hadduuba xoolo muslim xaqdarro uu ku goostay ee dhaar beer uu ku goostay, yacni waxa weeye naar buu mutaysanaya. wasaxa, waxaa ansaxay taqliidu adkayn la adkeeyey ismi alxaalifi, midka dhaaranaya dembigiisa, kaadiban, xaalu been uu ku dhaaranayo, bacda alcasri, casarka gadaashiisa in la dhaariyo. wa cinda minbari rasuulilaahi sal allahu calayhi wasalam, minbarka nebiga agtiisana masaajidka madiina,
minbarkiisa agtiisana lagu dhaariyo waa waxyaabaha dhaarta lagu adkeeyo. qof baad xoolo isku qabateen, waxaad adiga danigaaga yacni ku xoog badan boqolkiiba boqol ruuxan ninkan inuu khaayin yahay beenawaas yahay, laakiin waxaad qanaco ahaan ku qanacsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu kuugu dhaarto asmaadiisa iyo magacyadiisa adduunye waa la helaa inaad uga tanaasulayso. maxaa la adkeyna, maxaa lagu samaynaya marka? Waa la adkeynaya inakeen masaajidkaan tegaynaa. horta casarka hala gaado, casarka hala tukado, bacda alcasar baa ii dhaaranaysa, minbarka agtiisana waan ku geynayaa, minbarka agtiisa igu dhaaranaysa. waa adkeyn, la adkeynaya marka. وقال صلى الله عليه وسلم نبي قحوري من حلف روحي دارت وفقال في حليفي دارتي سكوري هذا باللات والعزة لا تأي عزة يعني إرأي قاس كل دارت أفكي سأي كسو بحضو فليقول لا إله إلا الله يرهدو. صعب ذو رضوان الله عليهم قار كود با إسلاني مدود أي دنبيسيو dhaqankii hore wuxuu ahaa inay ku dhaartaan laata iyo cuse ay ku dhaartaan. marka ruuxii laata iyo cuse ku dhaarta falyaqul laa ilaaha ila allah isagoo aanu qasdin carabkiisa ay yani markaa ka baxsato, ila qofku wuxuu caadaysto ee carabka u barto marar badan buu ka baxsamay. muttafaqun calayhi. wa kaana min asaxaabati radia allahu canhum, saxaabada waxaa ka mid ahaa, man baa ka mid ahaa huwa isagoo xadiisu cahdin cahdigiisu yani waqtigiisu cusub yahay bilxalif biha dhaartii uu ku dhaaranayay laata iyo cuse uu ku dhaaranayay yacnii bima allafa biha yani shaygii uu qabatimay ee uu laasimay ee naftiisu markaa ay qabatintay. farubama sabaqahu inuu ka hormara laga yaabaa lisaanuhu carabkiisu inuu ka boobo ila alxalifi biha inuu ku dhaarto laata iyo cuse falyubaadir hau degdego biqowli laa ilaaha ila allah. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قحور لا يحلف ما دارت عبد أدون عند هذا المنبر منبر كان أتي سكو ما دارت لا يحلف عبد أدون ما دارت عند هذا المنبر منبر كان أتي سكو ما دارت calaa yamiinin dhaar dusheedna kuma dhaarto dhaartaasoo aasimatin mid dambowday ah dhaar uu dembi uu ku mutaysanayo walow calaa siwaakin caday ama rumay ama yani ha ku dhaarte yani cadaygaasoo radbin qoyan laan qoyan ilaa hadduu jiro ruux yani markaa sidaa ku dhaartay minbarka nebiga agtiisana ku dhaartay wajabat lahu naaru naar baa u waajibaysa naar ayaa u waajibaysa. إمام أحمد في مسنده كورنية الإمام البصيري يعني في الزوائد وحكولة يهي إسناده صحيح. صحيح الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء لبكم بقول سقاشن يتضبط يعني رقمك. الكبيرة الرابعة والعشرون كبيرة دا يعني أفري الله تناد انت إننا نكبح حين مركة دارت الروح ودارنيه. نبي قحوير صلوات الله وسلامه عليه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. روحي دارنا يا إلهي سبحانه وتعالى هكو دارتو أما هيسك آمس مركا عيد والبا وحيابها عرب كود أوقبتهم يا هذه يقور أي سوع العريان بأكتو دو كوي ناقا صومالي ده دي ليه إلهي دي لو قدارتو والله هي بالله ومريا كتابه يعني قعنته وكل شيء ذي. طيب هذيل يا لكن حلها فرل مرمى حلها بلو يركادي بكورنه مرك حليه زاب إلهي كجوين صما عروتا يا حلها يوحنا إلهي كجوين سبحانه وتعالى ما ينلا يسكيل عليه مرك. الكذاب في قالب أقواله كبير ذا فر الله باتنا ذحوي الكذاب الروحي بين لها في غالب أقواله أقواشي سي هذا الذي سئنت بضن روحك بين شيغي. قال الله تعالى إله وحوري إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني من روحه هو يسق مصرف حد قد بضن وكذاب بين الله على مهنوني سبحانه وتعالى. وقال تعالى ألا وحوري قتل الخراصون بين الله ياشا ولا نعضليب ألي سبحانه وتعالى الخراصون
laba macnaa mufasiriintu ay ku tilmaameen. Macna waxa weeye waa kuwa wax qiyaasi ee wax male awaala, macnana waxa weeye waa beenaalayaasha, kuwa beenaalaha ah waa la nacdalay. Waqaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi uma nabtahil, aan habaartanno oo fanajcal, aan yeelno lacnat allaahi, ilaahay nacdashiisa oo raxmadda alle in laga dheereeya, calalkaadibiina, beenaalayaasha dushooda aan yeelno. Wafdigii reer Najraan ee Nasaarada ahaa markay nebi Maxamed u yimaadeen, waxyaabo badan oo dood badan, niqaash badanna qur-aanku ula galay suuratu Al-Cimraan sida ku sugan, ayaa la yidhi khulaasada iyo gebagabada warka murtidiisa waxaad ku soo gebagabaysaa, aan habaartanno oo labadeenna kooxood, kooxda xaqa ku soconaysa iyo tabaadilka ku soconaysa, si loo ogaado, aan ku habaarno Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariistiisa ka dheereeyo nacdasha allena dushooda ay ahaato kuwa beenaalayaasha. Waqaala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, nebigu wuxuu yidhi ina alkadiba been, yacni nebigu wuxuu yidhi ina alkadiba beenta, yahdi wuxuu ku hanuuniyaa beentu, ila alfujuuri, faajirnimada ruuxa ku hanuunisa, wa ina alfujuura, faajirnimada ruuxu daacada inuu ka baxana, yahdi waxay ruuxa ku hanuunisaa, ila annaari, naartay ku hanuunisa. Wadada yacni beentu waxay wasiilo u tahay faajirnimadii iyo daacadii in laga baxo, daacadoo laga baxaana ruuxa waxay sabab ugu noqonaysaa naarta inuu galo. walaa yazaalu rajulu, ninku ka suuli maayo, yakdibu, inuu been sheegayo, xataa yuktaba, ilaa laga qoro, cinda allaahi, ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa, kadaaban beenaale, ilaa ilaahay agtiisa looga qoro. Maxaa ka fadeexad badan ruux ilaahay agtiisa calaamada iyo astaanta iyo tilmaanta loo yaqaana ay tahay beenaalihii. waqaala sal allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi aayatu lmunaafiqi, calaamada iyo astaanta ruuxa munaafiqa ay waxa weeye salaasun, saddex weeye, idaa xadasa, markuu warramo oo uu sheekaynayo, kadaba, wuu been sheega, wa idaa wacada, markuu ballan galana, akhlafa, wuu khilaafaa, wa idaa tumina, haddii la aaminana, khaana, wuu khiyaameeyaa. waqaala sal allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi arbacun, afar, man kunna fiihi, yacni ruuxii ay dhexdiisa ahaatay, kaana wuxuu ahaaday munaafiqan khaalisan, munaafiq barxla, munaafiqan biyo isku daahirin. waman kaanat ruuxii ay ahaato fiihi dhexdiisa khaslatun, arrin, oo minhunna kuwaa ka mid a, kaanat fiihi dhexdiisa waxaa ahaatay khaslatun, arrin, oo min annifaaqi, nifaaqa ka mid a, xataa yadacahaa, ilaa uu ka tago, idaa tumina, haddii la aamino, khaana, wuu qiyaamaya. waxaa lagu aaminaya ruuxa, ama ha ahaato mas-uuliyad ummadeed, ama maal iyo xoolo, ha ahaato wax kastoo lagu aamino, ammaanadi waa inuu ka soo baxo. wa idaa xadasa, markuu sheekaynayna, kadaba, wuu been sheegaa, wa idaa caahada, markuu ballan galana, qadara, wuu buriyaa, wa idaa khaasama, markuu doodayana, fajara, wuu faajirnimo sameeyaa, oo xaqii buu ka leexdaa. muttafaqun calayh. waqaala sal allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi man taxallama, yacni ruuxii iska doondoona riyo, bixulmin, riyo, riyadaasoo lam yarahu, aanu arag, kullifa, waxaa lagu kalifaa, an yacqida, inuu gunto, bayna shaciiratayni, laba xabo qamandiya, yacni dhexdooda inuu isku xidho, yowma alqiyaamati, maalinka qiyaama, walan yafcala, mana samaynayo, ayuu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh. rawaahu albukhaariyu aydan. maxaa loo jeeda xadiiskan? ruux baa wuxuu sheegtay waxaanu ku riyoon inuu yaha waa ku riyooday, xalay waxaan ku riyooday sidaa iyo sidaas, tayib, xalay waxaan ku riyooday in abaari dhacayso, in masiiba ay dhacayso, in laydin baabi'inayo ayaan ku riyooday. waxaa la leeyahay markaas muxuu ahaa, waxaa lagu kalifayaa laba xabo oo qamandiya, laba xabo oo qamandiya inuu isku xiro, xadhig isugu xidh baa la odhanaya. laba xabo oo qamandiya ma isku xidhi karaa? walan yafcal, ma samaynayo.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا وقال صلى الله عليه وسلم نبي حوري من تحلم يعني الروح اسكو كلف بحلم ريو او لم يره ان ارى كلف وحاله كلف ان يعقد انه كنت بين الشعيرتين لبا حب او قمنديو دخدود انه اسكو خره يوم القيامه مالك قيامه ولن يفعل من السمينه رواه البخاري ايضا وقال صلى الله عليه وسلم نبي حوري ان افر الفرا بين أبو ردوحة أقوين بو نبي قلت صلوات الله وسلامه عليه أن يري الرجل ننكو إنو تسي عينيه لبدي سيندود ما لم ترى يا وحاني أرق يعني حالي وحان الكوكور يوضع يسدع يسدع رواه البخاري أيضا وأخرج وحو صبحي البخاري حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه بضوله حديث لير او في منام النبي صلى الله عليه وسلم نبي هرددي كصاب سنه ريديسي وفيه حديث كغديه سوحا اما الرجل نينك الذي كاسو رايته ادركتي يشرشر يدو لجحجح ايو لدلدلعينيو شدقه قول الكيسه ايو لدلدلعينيو الى قفاه الى قدات كالغاغاره ومن خره سنكيسي سنقرور كيسين يدو لدلدلعينيو إلى قفاه إلى قدات كالجاره وعينه إشي سيد لجيحي إلى قفاه إلى قدات كيس الجاره فإنه يسق الرجل ننكيوي كاسو يقدو شرماد يوكالهاي من بيته جورجي سوكالهاي فيكذب بين أبو رني الكذبة بين بو سميني بين تاسو تبلغ الآفاق جهو ينكوردن جاريسي عقاب حكومة تستنين كاسي صبحي بين بين بوسو أليفا جورجي سوكا صبحا بنتي أليفا ومد أسمي أي أدونكو يجيهو ينكورن وذا قاعد وحابالو يا شمرك قول الكيسان إن لا دلاعيو ما قصلك جليو إلى قدات كلاك جارسيو سنقرورك إن لا دلاعيو إلى قدات كلاك جارسيو إيش إن لا دلاعيو إلى قدات كلاك جارسيو ساسون بالو عقاب إلى قيام الساعة مركا وفول حمد إيه الصورة إيه موقال كحن إيه نبي كبحيي بانت كو هذا النوع عن سوق اللي متقاني وقت أنا عسرقة ويلا شان يرير إيه وبصيدة إيه سوشيال ميديا إيه إعلام كميلهم كو قرقرة حل بين بو صميني قبيلة هبل إيه قبيلة هبل بأس دلي وحنا دعي ميلهم ورك صميني
warkiibuu websaytka uu ku qoraya uu gelinaya 100,000 oo qof baa akhrinaya, kaasoo websayt bayba ku qornayde oo websaytka yaa yiri wixiisu waa been masheega yaa yiri. Ya sharka Soomaalidu meelaha ay ka degi weyday waxaaba ka mid a beenaha iyo waxyaabaha la faafinayo. وعنه صلى الله عليه وسلم نبي وحال قوري يطبع المؤمن ومؤمنك وحال لغو الضبيعية وحال ضبيع الله على كل شيء شيء كستا يعني دوشي سا أو ليس الخيانة بين تآنهين ليس الخيانة خيانة آنهين يو الكذب بين إيا خيامة وحانهين مؤمن كالضبيع عضب النقطة فلي نما والغي يابا إن أدي لا يكوري بخيل نما والغي يابا إن لغيهلو إنو فلن نقضى والغي يابا لكن خيانة إيا بينتو مؤمن كدبيع أم النقط روي والوري بإسنادين ضعيفين إلا بس أنه ضعيفة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال قوري وعنه صلى الله عليه وسلم نبي وحال قوري قال وحيري إن في المعاريد سرباب توحاكو سوغان عاريد والسرباب لمندوحة يعني وصعبا كسوغان يعني شيء لغاقا كافتومو كاديقا عن الكذب بانتا كاقا ديقا وكاقا في النار. طيب إن المعاريد السربيبتا لمندوحة وصعبا كسوغا يميل لغاقا بحصد يعني عن الكذب بانتي حديثكو إن نبي قال الله رفعي وضعيف وصحيح موقوف ضعيف مرفوعا سيد الشيخ الباني في الأدب المفرد وكتل ما مسديت بقول سديت نيشان رقم كا عمران بن حسين بوكسو غنيها عبد الله بن الشخير بو حليه صعبت عمران بن حسين بان لصاحبه إلى البصرة فما أتى علينا يوم مال النوم إيمان يعني مال مالمها كم إذا إلا أنشدنا فيه الشعر قبيب وأخري وقال وحولي إن في معاريد الكلام لمندوحة عن الكذب عمر بن الخطاب نسيت أسير لك باكسو غنو وحولي أما في المعاريد سربيبت وحاكوسو غن ما شيء يكفي كديق وكغفلنا هذا المسلم الروح مسلم كها عن الكذب بينتك كغفلنا هذا وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحولي كفى بالمرء إثما روح وحادن بأغفلا أن يحدث إنو كشيك بكل ما سمع وحكستو مقلي إنو شيك رواه مسلم وحكستو أدبق الشيء مركز كيلا لنسيفا فيسو وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوري المتشبع متك اسكدر جي ما لم يعض وحان لسيم بو اسكدر جي كلابسي ثوب زور وحلم دي هي لبا مر او بين اه يعني روح ديب ولم دي هي رواه مسلم سيدي بو اسكدر جي معناه وحان اهين حديت هي علمي يا حديت هي خولو يا حديت هي مال وحنا حديث كسبب تيس أوكوي من لبض دمر أول وذقبه أي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ميت كمده وحي كتري وحان حول أن ننكي السنين حدا ننتان لبستو أو دنقل يحاولنا إذا الله يلقبه أن موتسي إن ننكي السيي بل كور كذا النبي وحوله المتشبع بما لم يعضى كلابس ثوب سورين وين العضاء دمركو أنا يوحى سميان علي شيء نبا يجوا رمي قصة لابد دمر ولا وذا قباع مدي أنت قبل خلقتي مي باتي خلق هذا وسميس مركز أي واحد الله يحب بلوكات ميلها يالي بيزيل لبست وسحرت تي قد هذا زمان مسكين تاعي واحد نور إن ذهب يقعدت فرول بي إن ذهب كجتر قد هذا بيوصل ميس وابع إن درندرت ثنا واحد ربطاين يسكودر توترانين كأي بي واحد تي وين دران تستي قدادي مركا اي تي وسميسا اسكتت وابا سو حضيبا يا نينك يفرمو يا وخ كلي وا لغا واي هو ما حق دبت كجرتا حويني دادن كلي وحا ذهب او اي بيسي مانتا اي او سو بوقتي كو ودا جوغي مين وحاس عداله ما طيب وقال صلى الله عليه وسلم نبي وخر اياكم وظن حان دين كلا ديغيا ادينكا يا ملها مخا يلي فان الظن ملوه أكذب الحديث ورمتك أغبين تبدا واحد متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحيه ثلاثة صدح لا يكلمهم الله على الله لما يؤل الحديث وفيه وحكوتري ملك كذاب يعني بقر بين لا رواه مسلم
asbaab ku kalifaysaa marka ma jirto adilladan oo dhan waxay inoo tilmaamaysaa ruuxa dhaqankiisa ay beenta u badan tahay inuu yahay yacni ay tahay kabiira min alkabaa'ir ruux ku dhacay lana doonayo ruuxa muslimka inuu dhaqan iyo caado ka dhigto carabkiisa inuu runta baro xataa waxa ugu yar ahaato ilmahaaga markaad bajinayso xuux ha odhanin been ha u sheegin adoo aan wax siinayn inaad disho doonaya ha odhanin hoo waxa ugu yar sidqiga iyo runta yacni markaa ku barbaari ilmahaaga iyo ubadkaaga adigana dhaqan ha kuu noqoto والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب وأعلم بالله توفيقه